انا يعني نفس ما نقول بسولف معك عشان تعرف عليك اكثر. اوكي شوف بنلعب لعبه اسئله، انا اسالك سؤال وانت تسالني سؤال. انا ما احب الاسئله سعود، اتهرب من الاسئله. لا انا ما اسال اسئله فن... شخصيه. اي يلا. اي لا 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 اسئله شخصيه يعني تحبها. لا لا ما لي علاقه. ادري ايش راح تسالني، قول لي. يعني مثلا شوشني. كم عمرك؟ مو شخصية ابدا. انا عمري عادي ترى، اذا ما عيبك شيء قول السكب. سكب اوكي. اخوان اللي يقول خاف من الاسئله، اقول لكم شغله واحده، ترى اني من 2014 لحد الان يعني ما ينعدون المقابلات اللي رحتها بتلفزيونات وشاشات وحفلات واسئله، يعني انا مليت من هالموضوع، لهذا اقول يعني خلاص يعني الدنيا كلها عرفت كل شيء. لا دائما في ناس يداد يعني انا اعرف ان انت تغني بس ما اعرف عندك وايد، لهذا مش موضوع انه اذا كم صار لك تغني. شوف انا من اني وصغير اغني بس تحب يعني اغني. احب اغني بس نقول مثلا دخلنا الاحترافيه ب 2000 يعتبر دخلت الساحه الفنيه من 2014. اوكي حلو. بس قبلها تشتغلني وشاركت برنامج، كان برنامج محلي كان، بس كعالميا من 2014. فانت عايش في العراق ولا في تركيا؟ لا بالعراق، وبين العراق ودبي. اوكي حلو انت عندنا يعني. ان شاء الله نتلاقى فيك. شكرا يا جماعه الدبل. سعود خاطر علينا وترسم لنا شو اسمه. لا 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 حرام عليك لهالدرجه. يلا اوكي. بس ما شاء الله يعني هسه راح يخلص الرسم. شوف انا عمار، انا مو متعود وايد ارسم ناس. حلو. بس في الايباد في وايد اشياء تسهل عليك ان الرسم، مش نفس اليد، في خصائص، في يعني العيون ترسمها، يعني في اشياء، يعني مثلا في اشياء فنيه نفس ما نقول، عرفت؟ فقلت ليش ما استقل الموهبه في التيك توك، نطور ومنها نسعد الناس اللي ندش معاهم. شكرا يا جماعه. حلو. لان في ناس وايد يحبون ان يرسمون. صح. يعني بالايباد اسهل. بالايباد اسهل في اشياء معينه. هنا يعني اقدر اراويك اشياء بعد هذا. ايه يبغى الاحترافيه صح. بس ما شاء الله سعود اكيد يعني انا ما شفت اعمال لحد الان للاسف. احسن بس خلص انا هذا اللي احبه احسن شيء. ايه عشان نتفاجئ نشوف شنو. إيه يعني تشوف ان انت تقول لي رايك الصدقي. وعمار ترى انا انسان وايد احب المصداقيه خاصه في الرسم. أنا ما جامل والله. اي حلو خلص. لا 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 ما جامل شي حلو حلو. إذا شفت شي أنه أوه باقي شوية. بس عمار تدري وأنا أشوف صورك ما شاء الله أنت يعني فيك شيء نفسي أنه في اللايف مبين كبار، بس يوم شفت صورك تبين وايد اصغر. ايه وش تسوي يعني في اللايف يكون زوم، عرفت؟ ايه صح ارسم بطريقه مختلفه صح. انا من عشاق الرسم يا عمار، وايد وايد احب الرسم. كم من يوم انا صغير، من يوم انا صغير وايد احب الرسم، فأرسم على كل شيء. جيب لي مكان ما رسمت فيه، لا كل مكان، على ورق على. من أي سنة يعني؟ من أي سنة بديت؟ صغير الصراحة. الله يجزاها ألف خير، أمي كانت تدخل لي مسابقات وأشياء، مو مسابقات رسم يعني إنها تشجعني، عرفت؟ إذا كان في شيء هاد قول لي أرسم. حلو. شوف سبحان الله إذا واحد يحب شغلة يبدع بيها. أيوة. كم باقي؟ اوه 20 ثانية. عادي عادي نروح جولة ثانية. لا أنا 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 التشالنج مالي إن أسويها بجولة واحدة. كم باقي لك هواية؟ يعني هي ملامحك انعرفت بس. خلاص. أوه
يعني ما مداني اسوي الانعكاس. جاهز؟ خليني اشوف الصوره من تليفوني عشان يلا اقلب هذا. اوكي واو باب هذا الجوله ايوبو ايه ترى هذا اللي قاعد اسويه حق اللي يسالون. عرفت الصوره صح؟ ايه عرفت. شوف والله مره ثانيه نشوف. ايه اشوف. ايه والله برافو. شوف حتى الشعر شلون جابه بس شوف يعني خلينا نراويك.